دعت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل المتضررين الفلسطينيين في الشرق الأدنى الأونروا اليوم اتحاد الموظفين العرب في الوكالة بالضفة الغربية إلى إنهاء الإضراب، قائلة إن الإضراب يعيق حصول مئات الآلاف من الفلسطينيين على الخدمات الأساسية. وأضافت الوكالة في بيان أن الأونروا تدعو اتحاد موظفي الضفة الغربية إلى إنهاء الإضراب والتوقف عن ترهيب الزملاء الذين يعملون على تقديم الخدمات لسكان بما يتماشى مع قيم الأمم المتحدة بحسب البيان، داعية إلى تحقيق التوازن بين الحق في الإضراب والحق في العمل وحق الفلسطينيين في الحصول على الخدمات الأساسية. من رام الله تنضم إلينا ولاء السلامين مراسلة القاهرة الإخبارية. ولاء، بداية حتى نفهم القصة، لماذا هذا الإضراب؟ لماذا يضربون؟ ما هي طلبات هؤلاء الموظفين؟ أهلا بكم. طلبات الموظفين في الأونروا هي زيادة الرواتب، حيث منذ 15 عاما لم تزداد رواتبهم، يعني بالفعل هناك غلاء معيشة، هناك غلاء أسعار، لا يوجد ما يكفي قوتهم وقوت أولادهم من قبل ما تدفعه وكالة غوث وتشغيل اللاجئين أونروا. الآن تتعطل جميع مسار مناحي الحياة سواء الاجتماعية أو حتى الصحية وأيضا الدراسية في جميع المدارس في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا، فهي يعني هناك المزيد من تعليق الدوامات والإضرابات المتتالية لحين حل هذه الأزمة، أزمة الرواتب التي يعاني منها موظفي غوث وتشغيل اللاجئين الأونروا، وهي بعد تقليص المساعدات لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا في الضفة الغربية وأيضا في القدس وقطاع غزة. طيب ولاء، لكن في البيان جملة لافتة أنه الأونروا تدعو اتحاد الموظفين إلى يعني إنهاء الإضراب والتوقف عن ترهيب الزملاء، على ما يبدو أن هناك بعض يعني الموظفين ما زالوا على رأس العمل، فهل هناك إضراب كامل أم أن هناك موظفين آخرين يعملون حسب هذا البيان؟ يعني الموظفين الذين يعملون هم الرؤساء والذين يتقاضون أجور عالية جدا، هم من يتقاضون رواتب عالية، هم لا يضربون عن الإضرابات التي تشمل الموظفين العاديين الذين لا يسمح لهم يعني أن يكون هناك رواتب مماثلة لمناحي الحياة وأيضا لغلاء المعيشة. كلمة هذه تعني الكثير للموظفين العاديين، يعني أن هناك تهديد بالقوة لبعض المسؤولين وبعض المدراء الذين يعملون في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الأونروا. وربما عندما يعني تتعامل مع موظف صغير وعندما تتعامل مع موظف كبير الشأن في الوكالة، هناك يعني فروقات شاسعة في المبالغ المالية التي يتقاضونها. مفهوم. طب ولاء، لكن الأونروا تتحدث عن أن هذا الإضراب يعيق وصول الخدمات لآلاف الفلسطينيين، ما هو الوضع الآن؟ يعني من الذي يقدم الخدمات؟ لأن الأونروا كما نعلم تماما هي من يمد المواطنين الفلسطينيين بكل الخدمات في هذه المنطقة، فكيف تسير آلية العمل الآن في ظل هذا الإضراب؟ ليس فقط آلاف بل ملايين اللاجئين الذين يعني نتحدث عن أكثر من 15 مخيم في الضفة الغربية وأيضا في قطاع غزة، نتحدث عن ملايين من اللاجئين الذين يعني الذين يتناولون خدماتهم ويأخذون خدماتهم من وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الأونروا. يعني المدارس هي معطلة تماما، الحياة الصحية أيضا معطلة تماما، إذا ما كان يريد يعني أحد اللاجئين الفلسطينيين في مخيمات الضفة الغربية يذهب إما على تكلفته الخاصة لمعالجة أبنائه أو حتى إلى المجمعات الحكومية التي يضطر أيضا لدفع تكاليف لربما باهظة عليه كلاجئ فلسطيني في المخيمات الفلسطينية. والدراسة أيضا معلقة، هناك أكثر من يعني آلاف وعشرات آلاف الطلاب الذين لا يذهبون إلى المدارس بسبب هذا الإضراب وعدم تقديم الحياة الصحية والاجتماعية والدراسية للاجئين الفلسطينيين. أشكرك شكرا جزيلا. من رام الله ولاء السلامين مراسلة القاهرة الإخبارية.